عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج أفكار وعقائد. الحلقة دي هنتناول فيها بعض الهرطقات اللي احنا اتكلمنا عنها في المرة اللي فاتت بتفصيل، لكن أنا هترك حنان هي تقدم لنا الحلقة. هي الفكرة الأساسية إن حضرتك في الحلقة اللي فاتت اديتنا يعني مفهوم عام عن الهرطقة أو الخروج عن السياق العام المتفق عليه يعني، واتكلمنا عن الهرطقة بصفة عامة يعني من مفهوم ديني قديم كانوا بيبصوا لها، أو الفكرة الجديدة كانوا بيبصوا لها إزاي، من مفهوم شبابي حديث بيبصوا لها إزاي. لكن دلوقتي عايزين ناخد نماذج بقى، إيه الأفكار اللي ظهرت في سواء في العصور الأولى واعتبروها هرطقة أو تفكير خارج عن الإيمان، وإيه النماذج اللي ظهرت في العصور الحديثة دلوقتي يعني اللي نقدر نعتبرها برضو بنفس يعني بنفس المفهوم أو بنفس الرؤية، إن هي خروج. مش هنقدر طبعا بعد اللي حضرتك قلته إن احنا نسمي أي فكرة جديدة هرطقة، يعني احنا نسميها خروج عن الإيمان أو عن المتفق عليه في الإيمان المسيحي. فخلينا نقول نماذج من العصور القديمة، العصور اللي كانت فيها المسيحية لسه مشوشة، وخلينا نقول نماذج من العصور الحديثة اللي هو المفروض ان احنا خلاص يعني الامور اصبحت واضحة واصبح في اتفاق تقريبا بين كل الطوائف المسيحية على خط يعني او رباط واحد بيربطهم كلهم ببعض. ايه اللي يخلي افكار زي كده تظهر في الوقت الحديث؟ بس خلينا نبدأ من الاول، من البداية. أنا بيتهيألي من أكتر خروج عن الإيمان المسيحي كان في الغنوصية، اللي هي فكرة الغنوصية اللي احنا اتكلمنا عنها، ان هي بيقولوا ان الجسد شر. ولو احنا عايزين يعني نتبحر في فكرهم، هم اعتمدوا في كده على انه كان في فلسفة اسمها المنوية، ان العالم فيه إله للخير وإله للشر، وانه وفي صراع بين اله الخير واله الشر، وانه العهد القديم اله الشر كان هو اله العهد القديم، وان اله الخير هو اله العهد الجديد. وبالتالي هم عشان يقولوا ان المسيح ده كله كلي الخير، يبقى هو ملوش علاقة بكل ما هو عضوي وكل ما هو جسدي مادي وكل ما هو مادي. كله مادي، وفيها حتة من أفلاطون اللي هو اتكلم عن انه في انبثاقات من الله، وقالوا ان اعلى انبثاق من الله هو المسيح. يعني في انبثاقات على مدى الزمن، وكل ما الانبثاق كان قريب من الارض يبقى اكثر شرا، وكل ما كان قريب من الله يبقى اكثر خيرا واكثر سموا واكثر رفعة. وعشان كده هم قالوا انه المسيح هو اقرب انبثاق الى الله، عشان هو كان كله خير. يعني كان شخص المسيح تعبير كامل عن الخير. طبعا الكنيسة او الرسل الاوائل وقفوا ضد فكرة التقسيم، ان العهد القديم اله الشر وان العهد الجديد اله الخير، لان هم كانوا شايفين ان العهد القديم بيتكلم بنبوات عن مجيء المسيح، وان الله يهوى. هم ما فهموش الله يهوى، قال انه اله دموي، لانه قال ليشوع اقتل وحرم وده طبعا ليه تفسيرات كتير عندنا، انه فهمهم كان كده لله، وده لازم نتناوله في لما نيجي نتكلم عن الوحي وتدرج الوحي مع الوقت. فهم ادانوا العهد القديم بعيد عن فكر العهد القديم. يعني المفروض انهم كانوا يتعمقوا في فكر العهد القديم وعلاقة الدين بالحضارة والقبلية اللي كانوا موجودين فيها وإلى آخره، وده برضه هنتناوله بتفصيل أكتر يعني. لكن هم ما قدروش يفهموا الأحداث بتاعة العهد القديم. يعني عشان نفهم، أنا أقول حاجة سريعة جدا مثلا، يعني انه لما ابراهيم امن بالله، فهو امن بيهوى، الله يهوى الكائن الذي يكون يعني. ففي الوقت ده كان كل عيله لها اله، فكان يهوى ده اله عيله ابراهيم، فكان ابراهيم واسحاق ويعقوب اكثر شهره من يهوى. صح. اللي هو فكانوا الناس يعرفوا يهوى،
مين يهوه ده؟ يقولوا إله لهم ده إبراهيم، إله إله إبراهيم يعقوب. وإسحاق ويعقوب، زي ما كان عيلة اسمها مؤاب لها إله، فمين اسمه ده؟ ده إله عيلة مؤاب، ده إله عيلة عمون، كويس؟ وبعدين بعد لما تولد إبراهيم وجه يعقوب وبقى عنده 12 سبط، بقى إله قبيلة، يعني الله بقى إله قبيلة يعقوب أو قبيلة الأسباط. لما جم في مصر بقى إله شعب، لما جم يخرجوا من مصر. وبعد كده الله في المسيح بقى إله العالم كله، مش إله حتى شعب إسرائيل فقط، ما بقاش مرتبط بأرض وشعب، بقى إله كل العالم. هذا التطور كل جزء منه كان درجة من الوحي ومن فهم الله، تدرج فهم الله على تدرجنا يعني تدرج فهمنا احنا. الإنسان، الإنسان في على إطلاقه تدرج في فهم الله لغاية ما وجد كماله في المسيح. طبعا هناخد الكلام ده بالتفصيل بعد كده، يعني بأحداث وبأنبياء، وإزاي إنه الأنبياء المتأخرين كانوا أفضل فهما لله من الأقدمين أو من الأوائل. التدرج الطبيعي للوحي والتدرج الطبيعي لفهم الإنسان، يعني الاثنين كانوا بيمشوا مع بعض. فمثلا ما كانش ممكن نبي من الأولين يتكلم زي يونان، سفر يونان، إنه الله بيتعامل مع الأمم أساسا، يعني كانوا بيعتبروا إن الأمم دول كلاب، لكن جه يونان وسط هذه الهيصة وقال لا، ربنا قال لي روح لنينوى، فابتدى نور كده يطلع إن الله بتاع اليهود ده أو بتاع شعب الله هو ده بتاع العالم، كان نور. بعدين جه المسيح بقى على قمة هذا كل هذه الأفكار يعني. فعشان كده لازم نفهم العهد القديم في ضوء انه مش ده اله شر وده اله خير، لكن نفهم هذا التطور اللي حصل فيه. صحيح، لانه انا واحده من الناس مثلا كنت كتير افكر يعني ليه احنا كمسيحيين شايلين على ظهرنا وعلى قلبنا فكره العهد القديم، مع انها دايما تتواجه وتتناقش بانه هي الضد بتاعنا، يعني ازاي هذا المسيح المتسامي العالي اللي مليان قيم ومبادئ وفي الاخر نقول ان احنا شايلين شيله العهد القديم بالظبط بالدم، بالحاله الدمويه الغريبه اللي كانت فيها. بالظبط، هو ده بالظبط. انا بقول مثل بسيط جدا، هو انت عندك طفل في كي جي 1، لو جيت تعلميه منهج كليه الطب مش هيفهم حاجه، فلازم تتدرجي معاه من كي جي 1 لكي جي 2 علشان لابتدائي لاعدادي لثانوي، لما يبقى ناضج انه يفهم نقدر بياخد نوصل المنهج. للفكرة كمان. فلو طبقنا ده بقى على المسيره الانسانيه، يعني كل العلماء بيقولوا كان في فتره اسمها الطفوله الانسانيه، وان شاء الله يبقى عندنا حلقه يعني نتبحر في انتقال الانسان من الطفوله الانسانيه الى التطور المراهقه الانسانيه الى النضوج الانساني، وايه اللي كان يعني الوحي كان ماشي معانا ازاي في الحاجات دي، وربنا كان ماشي معانا ازاي في السكه دي يعني. فاحد الهرطقات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي إله الخير وإله الشر، إله العهد القديم وإله العهد الجديد، اللي هي سموها بدعة أو هرطقة مارسيوم. مارسيوم. أنا عايزه عندي الحاجة تعليق على الغنوصية قبل ما نتكلم شوية عن مارسيوم. يعني أنا برضو في ضوء كلامنا إن الكنيسة احتسبت إن الغنوصية أو التأثير الفكر الغنوصي ده أحد الهرطقات، علشان اللي كنا بنتكلم عنه دلوقتي ان الغنوصيه ضربت في عقائد قويه عند المسيحيه، منها مثلا عقيده الثالوث، فرفضهم ان الله يتجسد في جسد خلاهم شافوا ان المسيح عباره عن واحده من الانبثاقات اللي طلعت من الاله الاعظم او الكيان الاعظم. أيوة. هو يعني واحده انبثاق من الانبثاقات، فده مش الفكر المسيحي عن الثالوث. طبعا كمان فكره التجسد، يعني بالتالي هم رفضهم للتجسد هو رفض لعقيده جوهريه في الفكر المسيحي، ان الجسد شر وازاي الله يقبل انه يتحد بالشر. ده ضربه لفكر التجسد. مفهومهم للعقائد دي خلى الآباء الأوائل أو الرسل يحاربوا الأفكار الغنوصية، يحاربوا الفكر الغنوصي. ولما كنا بنتكلم إن إزاي الفكر بينشئ سلوك،
يعني في اتجاهين كبار نتجوا عن الفكر الغنوسي ده، فكرهم مثلا عن الخلاص، بانه الخلاص بالمعرفه، وان المعرفه بتخلي الواحد يتسامى عن الاخرين للدرجه انه يوصل لمرحله معينه يخلص فيها. ده مع ده نظره فلسفه يونانيه طبعا، ده ما تاثير بفلسفه، ما هي يعني انا اعرف كوكتيل. اذا انا موجود ايوه بالظبط، الغنوسيه دي عباره عن كوكتيل ما من الافكار يعني ده قد لبعض الناس للزهد الشديد ولكره الجسد وتعذيب الجسد ان امكن، تطرف بصفه ان الجسد شر ايوه، وقد الاخرين على الناحيه الثانيه الاكستريم الثاني خالص، ان للاباحه بقى، وان ما دام الجسد شر فمش لازم نعيش حياه مقدسه، فابتدت تدخل افكار اباحيه وهكذا يعني. ودول كانوا مجموعتين معروفين قوي، الرواقيين والابيقوريين. بالظبط، الرواقيين كانوا يعني بيذلوا الجسد لدرجه ان هو بيوصل لدرجه انه لا يعبر عن نفسه يعني يعني لو يعني لدرجه مثلا لو واحد قال له ابنك مثلا مات في الحرب، لو ظهر اي تعبير على وشه يبقى ما وصلش لدرجه الزهد المطلوب. الى هذه الدرجه كانوا بيقيسوا الايمان بتاعهم، انه لازم يزهد في الدنيا، ما يخليش حبه لابنه يسيطر على مشاعره، حبه لمراته، حبه لاي حد يعني، واخد بالك ازاي؟ كان يعني درجه زهد فظيعه جدا اللي هي يقتل الجسد عشان يبقى طقي. الثاني قال لك، قال نفس الفكره، قال عشان اقتل الجسد أغرق في الخطية، إن أزني كتير وأشرب كتير أنا كده بزل الجسد، وعشان روحي وفكرة تبقى مع ربنا. يعني هو منطلق واحد وخده تو اكستريمز طبعا. في اعتقادي كمان أنا عندي شعور إن الأفكار دي مع أنها قديمة لكنها بتوارث الفكر البشري لسه مؤثرة لحد النهاردة في بعض الناس. طبعاً طبعاً. وبعض الأفكار الدينية وحتى الأفكار المسيحية يعني. آه. يعني ناس كتير بتعتبر أن الجسد لحد النهاردة أن شر. ويعني بتتجلى بطرق مختلفة أن الواحد علشان يتقرب من ربنا يزل جسده. حتى النظرة للصوم لأنه مجرد إذلال الجسد أعتقد أنها نظرة محتاجة إعادة تصحيح. طبعا. أن احنا مش بنصوم بس علشان نزلل جسدنا أو نؤلم الجسد بصفة شر، احنا لا نؤمن أن الجسد شر. الصوم على فكرة مش للجسد، هو للروح. طبعا. الجسد ما لا بيصوم ولا بيعمل. وأنت بتسمو بروحك في شكل أو يعني بتهيأ نفسك ان روحك تبقى متعلقه بربنا بطريقه معينه في وقت معين. بس خليني بس اسال يعني. حاجه يعني منين يعني بذور الافكار دي يعني ايه اللي خلى الناس تبقى متاكده قوي وبتعمل التصرفات دي او بتعيش الحياه دي هي وهي واثقه جدا ان هي بتنفذ حق كتابي او بتنفذ وصيه كتابيه؟ ده تاريخ، تسلسل تاريخي موجود من ايام الوثنيه، من قبل يعني مثلا إن لما تفرق بين عباده الله وعباده الوثن ايام ايليا، لما ايليا تحدى الكهنه الوثنيين وانه كل واحد يقدم ذبيحه ونشوف مين هيقبل الذبيحه بتاعته، فهم لما قدموا الذبيحه والههم ما نزلتش نار من السماء، كانوا بيصرخوا وكانوا بيجرحوا نفسهم ويقطعوا نفسهم بالسكاكين على اساس ان هم بيستعطفوا الاله انه يبص لهم او يستجيب ليهم، انه يستجيب الصلاه. فدي ليها جذور ان كل الواحد ما بيستعطف ربنا انه يختار مثلا حياه انه يكون شحاذه مثلا، انه يلبس مقطع، انه يمشي حفيان، انه يبهدل نفسه، انه يقطع جسده. ففي ناس فهمت الصوم بنفس العقليه دي، في حين انه المسيح لما صام في الأربعين يوم ما يعني لم يزل جسده خالص، إنما هو كان في علاقة مع ربنا كاملة ويتفرغ لهذه العلاقة، وقال لك في النهاية جاع
ودي ما كانتش مذلة للجسد، هو كان عايز روحه تسمو، مش عايز يذل الجسد، عايز الروح تسمو. في فرق بين الاثنين يعني، في فرق بين الاثنين. في اعتقادي كمان بولس لما اتكلم عن الجسد، لان برضو بيساء الفهم عن ما بولس لما استخدم مفهوم جسد بانه جسد الخطيه. الناس كتير بتفهم انه جسد اللي هو الجسد اللي هو البادي بتاعنا ده، ناس كتير لحد النهارده بتفهم الطريقه دي. فاحنا لا، كمان لازم يبقى عندنا وضوح في المفاهيم، علشان يعني من ضمن التاثيرات السلبيه مثلا ان تصنيف الناس بنفس الازدواجيه بتاع الغنوصيه، ان ده جسدي وده روحي. ايوه، وكان ده يعني ده تصنيف محتاج يتعاد. مفيش مؤمن جسدي ومؤمن روحي، ما اعتقدش ان عندنا مؤمن جسدي ومؤمن روحي. لو في الروحي كمان بيحطوا له درجات، يقول لك مؤمن طويل القامه ومؤمن قصير القامه في الايمان، يعني قصير القامه في الايمان وطويل القامه في الايمان، كانها درجات متوسط القامه في الايمان. درجات يعني، في اكيد قزم في الايمان يعني، مش يعني العمليه مش هتفضل لغايه كده يعني. طب بس هل ده يعني، هل ده يعني لغايه الان، لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي، بيتشاف في الكنائس وبيتشاف في الشباب يعني؟ لا، في وعي، في وعي كتير في الكنائس دلوقتي، حتى الكنائس اللي بترتب اصنام بقى في وعي عن مفهوم الصوم في العهد الجديد، وان مش ان ارتفاع الروح مش عشان مزله الجسد، لكن يعني في ادبيات قديمه زمان زي اللي انا حكيت عنها كده، ان القديسين كان الواحد فيهم مثلا يعني يربط شعره علشان ما ينامش وعشان يبقى صاحي، وكل ما يجي ينام شعره يشده، يعني هو بي بي يعني بي بي بيبتكر، هو في حالة، هو في حالة عايز يوصل فيها وعايز يعني يرتقي بنفسه. أيوة، هو في محاولة، هو أيوة عمال بيحاول، لكن تهيالي ان القضية ابسط من كده يعني. ايوه طبعا طبعا. وكمان يعني تستكمل لكلامك، فكرة تانية غلط، ان هم من الغنوصية، جت من الغنوصية، انه في ناس بترفض تماما انه المسيح لما كان على الارض كان في حاجات هو ما يعرفهاش مثلا يعني، وان هو لما كان وهو طفل صغير كان بيحكم العالم او بيدير العالم وهو طفل صغير، مع ان الكتاب ده ضد التجسد، ضد التجسد تماما، ضد فكرة التجسد نفسها، لانه فكرة التجسد انه اخلى نفسه، فهو حتى اخلى نفسه من المعرفة الالهية. مش كان طفل صغير على ذراع مريم مثلا وبيدير العالم، يبقى كان بيضحك علينا، يبقى ما تجسدش، يبقى ما تجسدش، وجواه كينونتين يعني، هو ظاهر بشكل وجواه كينونتين. ايوه، أيوة بالظبط، يبقى كان بيخدعنا. والكتاب واضح جدا انه كان المسيح ينمو في النعمة والقامة عند الله والناس، يعني ينمو في القامة يعني بيطول، وفي النعمة وفي الفكر كان بيتطور وبيتقدم. فهو كان إنسان، لازم نبقى مدركين أنه كان إنسان كامل وإله كامل، يعني هو في الحالتين كان هو إنسان كامل وإله كامل، لكن هو في فترة التجسد كان إنسان كامل وإله كامل، لكن هو لم يستخدم ألوهيته في أنه مثلا ما يجوعش أو ما ينامش أو ما يتعبش. يعني الكتاب واضح جدا أنه كان بيتعب، لما يقول لك وجلس هكذا على البئر، يعني من كتر المشي، لما يقول لك جلس هكذا يعني رمى نفسه على ولما كانوا بيصحوه يقولوا له هم كان اننا نهلك، وكان بيجوع وكان بيعطش وكان بيتالم، وكان والا يعني لو ما قلناش كده هيبقى الالم بتاع المسيح والصليب تمثيليه، بيمثل انه بيتالم لكن هو مش بيتالم. فلازم ندرك الحكايه دي، ان المسيح كان إله كامل وإنسان كامل، وإنهم ما اختلطوش ببعض، وإنه إحنا نؤمن أنه هو الله الظاهر في الجسد، لكن الله الظاهر في الجسد هما ما انفصلوش عن بعض، لكن ما اختلطوش يعني ما اختلطوش ببعض، ما نخلطش ده بده. يعني انا برضو دي برضو كانت سبب في هرطقة الغنوصية اللي هم قالوا ان الله طبعا. يعني انا حاسس ان عندي شعور كده ان معظم الافكار او الهرطقات الاولى يعني كانت
فيها جزء كده يربطها لينك، يعني نظرة مارسيون والناس اللي بينظروا إلى إله العهد القديم كأنه إله الشر، اللي هو وأنه إله العهد الجديد ده هو الإله كل الخير، برضو محتاجة تتفهم بمنطق جديد. أنا نفسي نتكلم عن ده شوية، لأن ده أعتقد واقع ملموس عند عدد من الناس، وخاصة الشباب لما بيفكروا في رؤية الله في العهد القديم، وأحيانا خاصة في بعض المشاهد اللي يمكن شوية فيها عنف أو هكذا. محتاجين نفكر في القضية دي بالذات، لأنها قضية حساسة ولمسة كتير واقعنا الكنسي. إله العهد القديم وإله العهد الجديد. أيوة أيوة. بس برضو كمان يعني لازم نفكر، يعني هل في حاجة دلوقتي أو ظواهر من زي اللي ظهرت يعني في العصر الآباء وكده، هو ظهرت في الوقت الأخير وشكلها إيه وبتنادي تقول إيه، وهل ليها ناس يعني رغم كل التقدم بقى كان الأسيس بيقول عليه من شوية، تقدم وانفتاح وتكسير لكل المقدسات، يعني هل بعد كل ده هو لسه في حاجة تقول لنا أنه حد هيصدق الكلام ده؟ يعني حد هينجرف وهينساق وهيميل للطيار اللي هو ممكن يطلع بأي فكرة جديدة وبأي حاجة كده قوية خرافية يعني؟ يعني هو نفس الأفكار القديمة جت في شكل جديد. يعني مثلا شهود يهوى، بيتكلموا انه برضو الله، انه المسيح اقل من الله واعلى من الانسان، انه في منطقة وسطى يعني بين الاثنين. مثلا المرمون، احد الحاجات اللي هي برضو جايبة من القديم واحنا نتناولها في اكتر من حلقة. المرمون هندرسها دراسة كاملة يعني. فدي حاجات يعني المرمون مثلا ظهروا سنة 1800 وحاجة يعني 63 أو 23 حاجة زي كده. يعني دول ليهم مثلا 200 سنة مش كده، أو ما كملوش 200 سنة. فدي حاجة جديدة، لكن في ليها جذور في الأفكار القديمة. لكن رغم كل التطور اللي احنا بنحكي عليه، ورغم كل الفكر والنمو والتطور الفكر الإنساني والحضارة والكلام، لسه في ناس يعني. أنا عايز أسأل دلوقتي الأسيس رجائي، يعني أسأله يعني هل ده معقول؟ يعني هل في شباب ممكن، وإيه اللي يخليهم يصدقوا، أو هل في ناس تقدر تمشي ورا الفكرة ده؟ هي إيه اللي يخليهم يصدقوا؟ إيه اللي يخليهم يميلوا الناحية ده؟ هي هو بصراحة يعني الملاحظ في الأيام أو في عصرنا بالذات، يعني بالرغم من الكثافة المعلوماتية وسرعة وصول المعلومات، إلا أنه كمان في جو من التسطيح رهيب سايد على الساحة، وخاصة الساحة الكنسية. التعليم الأصيل والعميق بقي قليل جدا. فالنهاردة أي فكرة جذابة، أي فكرة مشوقة، هتلاقي ليها صدى وهتلاقي ليها أتباع وهتلاقي ليها ناس. أنا مش ضد الفكر، بس أنا ضد أنك تكون بتستقبل أفكار وانت سطحي وانت ما عندكش أساس وعندك جذور فكرية تقدر من خلالها تحلل الفكرة وتقول أنا قابلها أو رفضها. لأن طب مين السبب أن الناس سطحي؟ يعني أقدر أقول الكنيسة عليها دور كبير طبعا، المعلمين دور التعليم طبعا، برافو عليك. التعليم غالب. التعليم يعني اخذ مثال مثلا في التعليم في الكنيسة الاولى ولسنين طويلة كان التعليم هدف رئيسي جوه الكنيسة، تعليم الايمان والفكر والافكار عن ربنا وتحليل حتى الأفكار الغريبة دي كانت بتدفعهم أكتر أنهم يعملوا قوانين إيمان ويصيغوا الإيمان أكتر. النهاردة ما فيش التعليم، النهضة دي تسطيح. بالضبط. يعني كل هو كمان في صدر. فكرة أنه أن الكنيسة بقت عندها لغة خاصة بيها. يعني أنت لو جبت دلوقتي واحد مسيحي مثلا، نفرض أن واحد عنده كشك بره الكنيسة، قعد طول النهار جنب الكنيسة كويس، ما دخلش الكنيسة وبعدين دخل يوم حد، فكرك هيفهم لما انت تتكلم عن النعمة
هيفكرك بتكلم على العيش. على العيش مظبوط. فيعني يعني ان ما كانش الواحد متربي في الكنيسه من المدارس الاحد مش هيفهم عظه الاحد اطلاقا. يعني خليني اقول فكره ومعاكسه، ان جوه الكنيسه كمان لما بيطلع بره للمجتمع هو عاش فتره من عمره وهو صغير جوه مجتمع منغلق بيسمع مجموعه من افكار، لما بيطلع بره كمان وبيتصدم مع افكار جديده انا بحسه عامل زي زرع الصوبات يعني بتصدم. جوه الصوبه وفجاه حاجه ظهرت مش وقتها ومش في مكانها، وتحس ان هي غريبه يعني. بيلاقي نفسه حيران بين مجموعه من الافكار الكبيره واللي هو مش عارف يجاوب عليها ومش عارف ملهاش ردود. فبرضه يعني انغلاق الكنيسه على نفسها، زمان الكنيسه ما كانتش كده، كانت منفتحه على الناس في الشوارع، كانوا بيعلموا في الشوارع فكانوا بيتقابلوا مع الافكار الغريبه مع الهرطقات يقدروا يتناقشوا معاها يقولوا فكرهم. لكن طبعا عشان كده في الناس اللي طلعوا في 25 يناير وقالوا تمردوا على الكنيسه وخرجوا عشان الثوره ومش عارف ايه، في منهم ما قدرش يكمل ورجع الكنيسه تاني، رجع يخضع مره تانيه صحيح، وفي منهم انطلق. يعني ده حاجه جيده يعني، فعلا مش محتاج، احنا لازم الكنيسه بقى يعني تغير الاسلوب بتاعها ويبقى ما فيش اسوار بينها وبين المجتمع. وده السبيل الوحيد انه نترجم العظات بتاعتنا والخدمات بتاعتنا الى لغه رجل الشارع، وان اي حد يفهم الكلام اللي احنا بنقوله مش بس المتربيين في الكنيسه. تمام. وان كمان نشجع شبابنا انهم يندمجوا مع المجتمع اللي بره ويهتموا بالامور السياسيه والامور الاجتماعيه والتنميه، ويبقى في خدمات يعني للناس. المفروض يكون في شكل من اشكال الثقافه يعني. انا حاسه انه في تقصير جامد جدا، كنايسنا وشبابنا وكله مهتم بس يعني اذا حصل واهتم فهو مهتم بدراسه الكلمة، لكن ما عندوش وعي، ما عندوش ثقافة، ما عندوش انفتاح على الآخر. تحس في حاجات كتير لسه برضو في حياة الشباب والكنائس محرمات يعني. يعني ليه؟ مع انه دراسة الكلمة نفسها بتشجعه يعمل كده، بتشجعه يعني يدخل في المجتمع. طبعا يعني نموذج يسوع المسيح، انتم ملح الارض يعني الاله المتجسد، ده كان نموذج حي للاندماج وسط الناس والمعيشة والخروج. لم يكن له اين يسند راسه، ما كانش بيعرف يرتاح في مكان، كانش بيتقفل عليه مكان، لكن كان دايما وسط الناس. طب ليه وحضرتك قسيس، وحضرتك برضو يعني قبل يعني في كل الاحوال برضو قسيس يعني فيعني ليه بيحصل كده؟ وليه كان الكنيسه مش بتفتح نفسها للندوات سياسيه وندوات اجتماعيه ومشاكل؟ يعني كمان في كنائس ابتدت تعمل الحكايه دي حاجه مبشره بالخير يعني. لكن ما زالت في كنائس كتيره مغلقه على نفسها. ففي دعوه احنا نقدمها من البرنامج في نهايه الحلقه الجميله دي، ان احنا بنطلب من الكنائس كلها انها تفتح ابوابها للاخرين من وتقوم بعمل حوارات داخل الكنيسه، حوارات اسلاميه مسيحيه وحوارات ارثوذكسية انجلية وحوارات الكبار مع الصغيرين، الاجيال، صراع الاجيال في داخل الكنيسة، وحوارات سياسية في القضايا المطروحة على الساحة. ويعني باب الحوارات ده لما يتفتح في الكنيسة ويكون في ناس متخصصين شغالة فيه، ونحن ندعي الناس المثقفين بتوع مصر العظماء، عندنا ناس عظماء جدا في الثقافة، لما ييجوا ندوات في الكنيسة مع الشباب، أعتقد أن ده هيعمل حركة متميزة جدا، والشباب المسيحي يقدر أنه ما يبقاش غريب وهو في مجتمعه وهو في وظيفته وهو في النادي، وفي نفس الوقت أن اللي بيجي من خارج الكنيسة ويدخل الكنيسة ما يحسش برضو ان هو غريب في المكان ده، لكن يحس بشكل طبيعي انه مكان انساني مريح الهي ومحب. بنختم حلقتنا بهذه الكلمات وبهذه الدعوة لكل الكنائس ان تهدم اسوارها وان تفتح ابوابها للجميع.